تفضل. عماد صنديق المدير الجهوي للتجارة بالقيروان، مرحبا بكم، مرحبا بأوفياء إذاعة الصحة أفان. دونك حديثنا اليوم موضوعنا موضوع الساعة اللي هو الزيت النباتي المدعم. دونك الزيت النباتي المدعم هي مادة غذائية أساسية ومادة حساسة، هي بالطبيعة الاستهلاك العائلي دون سواه. احنا ديما معناتها عملنا الدؤوب اليومي هو تصدي الانحراف بهذه المادة هذه واستعمالها في غير أغراضها. دونك الزيت النباتي المدعم كما تعرفوا فما جات بريود دونك نقص ولا تفقد دونك زيت. توا عندنا من الأسبوع الفارت توفرت المادة هذه، وتباع الكميات اللي قاعد يتزود بها الديوان المركز الجهوي ديوان الوطني للزيت، قاعدين معناتها يزود بها، بيدو يبيع فيها الوحدة التعليم المنتصبة بالجهة، وحدة التعليم تعلم الكميات هذه وتبيعها تحت علامتها التجارية تجار الجملة المواد الغذائية، وبالطبيعة تجار الجملة يبيعوها تجار التفصيل. دونك كان باش نلخصو دور وزارة التجارة وتنمية الصادرات ودور الديوان الوطني للزيت تحت شراف وزارة الفلاحة. دونك الديوان الوطني للزيت هو دوره الأساسي هو توفير المادة هذه في إطار استشارة دولية، وتوفير المادة هذه عبر 5 مراكز جهوية بما فيهم مركز القيروان. ودور وزارة التجارة وتنمية الصادرات هو التمويل الشرائي تاع ديوان الوطني للزيت، والحرص على إيصال المادة هذه الحساسة للمستهلك النهائي، إذا الاستهلاك الأسري. دونك بالنسبة للأسبوع الفارط تزودنا بحوالي 80 طن من الزيت النباتي المدعم، تم تعليبه، تم توزيعه على 13 معتمدية. كيف كيف اليوم تزودنا ب 27 طرناطة، وحدة تعليب زودناها 27 طرناطة، وروجت 21600 لتر. دونك كل يوم معناتها يوميا باش تزود الوحدة هذيا ب 21 طرناطة. دونك هذه وتيرة التزود. بالنسبة للوحدة التعليم عندها الحصة نتاعها الشهرية 458 طرناطة. دونك شهر جويلية بدينا نزودوا فيها، جيت زودت ب 80 طرناطة فقط من جملة 458، وبالنسبة لشهر أوت إن شاء الله تتزود بالحصة نتاعها. دونك احنا دورنا باش نحرصوا باش نوصلوا الزيت المستهلك النهائي، باش ما يتمش التلاعب بالمادة هذه واستعمالها في غير أغراضها. عندنا فرق كيما اليوم بعض فرق يخدموا في الميدان قاعدين يتبعوا معناتها يشوفوا تجار جملة اللي تزودوا بالمادة هذه اللي شكون باعوا، بالطبيعة نثبتوا التجار تفصيل اسكو تحصلوا على الكميات هذه ولا لا، والتاجر المخل تاجر جملة المخل يقع حرمان من المادة هذه، فهمتني؟ فما عقوبات أخرى تباع. والله هو شوف بالنسبة للكميات هي حصص، كل وحدة تعليم منتصبة بالجهة نتاعها تتمتع بحس كما قلت لك الحصة نتاعنا 458 طرناطة، حتى كان فما نقص نلتجئ الوحدات المنتصبة بالولايات المجاورة. 458 في الشهر ولا في الشهر يا طرناطة حوالي 500000 لتر، فهمت؟ دونك احنا حتى كان فما نقص نلتجئ الوحدات المنتصبة بالولايات المجاورة. دونك بالنسبة لنا احنا حاولوا كيفاش بالتنسيق المباشر مع السادة المعتمدين عندهم المعلومة، كيف كيف احنا العوان تاعنا يهبطوا على الميدان نستقيوا المعلومة على الميدان، شوفوا النقص وين ونحاولوا النقص هذاك ننسقوا مع وحدة التعليم مع المركز الجهوي ديوان الوطني للزيت، نحاولوا نوصلوا كزيت هذاك للمستهلك النهائي. بون الصعوبات هي كما ذكرت في مناسبة اللي هو ولاية قيروان عندها خصوصية هي عندها المقروض، صنع المقروض، وعندهم كيف كيف عندهم الكفتاجي. دونك فما استعمال كبير لمادة الزيت النباتي المدعم، لكن الزيت النباتي المدعم هذا يمنع استعماله في أغراض مهنية وحرفية. دونك مثلا المقرضية عند الكفتاجي يستعملوا زيوت بديلة، ممنوع اليوم باش يستعملوا الزيت النباتي للاستهلاك العائلي. دايور احنا في الدبوزة تم التنصيص اللي هو زيت الاستهلاك الأسري، استعمال أسري دون سواه. دونك هذاك علاش فما صحيح انحراف بالمادة هذه واستعمالها في غير أغراضها، لكن احنا ديما قاعدين نتصداو له، قاعدين المخلين قاعدين يخلصوا فاتورة غالية توصل حتى للسجن. دونك العقوبة هذه معناتها مرسوم تم إصداره تعرف رئيس الحكومة في 17 أفريل 2020، المرسوم هذا شدد العقوبات خاطر هو الخلية التراتي التعم هو خاضع للأمر قانون، يطور قانون 36
كي جاء الكونفينمون في نص مارس منتصف مارس دونك تم التجديد في العقوبات هذوما باصدار المرسوم هذا. المرسوم شدد العقوبات هذوما وزاد فيهم معناتها والسجن معناتها عقوبه بدنيه. دونك هذاك علاش احنا العقوبه هذه باش تردع المخالفين. بالطبيعه نسجلوا مخالفين فما شكون حرمناه تجار جمله من التزاود بالماده هذه اللي هي ستان برودوي دابيل بالنسبه لي هو كيف كيف عملنا منعناها من التزاود. الكميات اللي يتم حجزها يتم اعاده ضخها في السوق في المسالك العاديه. دونك احنا انا بالمرصاد ليزيكيب يخدموا ميدانيين بالمرصاد واللي يخلوني يشد يخلص يشدوا يخلص. واللي ما يتشدش اللي ما تشدش يتشد مره مخ معناتها بيحاول يشد. باش نقول لك 100% واحد يغطي في الواحد ما مش صحيح. احنا باللي نجموا بالامكانيات المتاحه اللوجستيه والبشريه لكن عندنا احنا ليزانديكاتور عندنا نتبع فهمت. دونك احنا بحول الله معناتها المداهمات وكذا نخدموا مع شركائنا مع الشرطه مع الحرس الوطني. دونك الحق تاع ربي عوين يعطيهم الصحه معناتها واقفين معانا وقفه باهيه كيفاش نعملوا مداهمه كيف كيف تسخير مع النيابه وندخلوا معانا الشرطه معانا الحرس وبحول الله معناتها اللي كان قلت لك اللي تشد يخلص. زيد قاعد يتوفر تباعا تدريجيا. هاني قلت لك احنا راه وليت القهوين راهي شيء صعب برشا 13 معتمدين معناتها كيما اليوم الكميه اللي خليناها اليوم باش نوزعوها بالمناسبه بين معناتها القاهره والمدينه وعدد من المعتمدين. غدوه ما عادش نوزع في القاهره والمدينه بقيت المعتمدين نوزعوا لهم وهكذا ولكن بعد نرجع فهمت كيفاش بارت اوف دورور. دونك ما تنجمش انت بالكميات هذه اللي جاتنا باش تغطي ولاد قهوين في نهار. دونك يلزم برتو الدروس كميات الشيء ممنوع عليهم ما احنا بالتصدي ليهم ونصدرهم ما نخليهمش يستعملوا الماده هذه. هذه خدمتنا وانا بديناهم تاع الميدان وحجزنا دونك هذا اخي شو الدعم هو الدعم اعاده توزيع ثروات توزيع ثروات البلاد فهمت الدعم. دونك احنا ماذا بينا الدعم هذا اللي هو في اطار السلم والعداله الاجتماعيه اللي تم ارساله باش الدعم هذا يوصل المستهلك النهائي الكونسوماتور فينال المستهلك العائلي ماهوش باش يستعملوا المقاعد ولا يستعملوا الكارتيج. هو 900 مليم ولا يفوت بون يفوت 2000 فرنك يفوت معناتها شوف الدولة راهي باش نشوفوا الدعم معناتها الدعم ككل معناتها الدعم في الحبوب والمشتقات الدعم في الزيت النباتي المدعم في السكر في الورق المعرف المعد لصنع كراس مدرسي مرقم معناتها ثم مبالغ كبيره مليارات دعم فيهم الدوله فهمت. هذاك علاش لازم احنا نحرصوا باش المليارات هذيا يستنفع بها المستهلك النهائي ماهوش يستعمل بها للغرف ولا المصانع ولا حتى وصلوا يعملوا بيه بيو كاربونو بيو ديزل هذايا على مستوى المركزي هذايا الملف هذايا على المستوى المركزي فهمت. بالنسبه لاني قلت لك ولايه القيروان احنا نخدموا توسكي يعني الاستعمال نتاعو اللي رصدناه توسكي مقردية توسكي كافتيجي ريستورانات مطاعم نلقاو دبو مثلا نخبي المادة هذه كمية كبيرة كيف كيف تبيع باش نحجزوها باش نعاود ندخوها في المسالك نتاعها. كاني سائبة تبيع باش تمشي للمعمل كاني معلبة تمشي تاجر جملة انت والحالة اللي نلقاو فيها الزيت هذه. دونك احنا العمل دؤوب نتاعنا على مدار الساعة سبع ايام على سبع ايام نخدمو حتى في نهاية الأسبوع نخدمه. دونك العمل نتاعنا ما فيش أوقات دوام معناتها تخدم 8 سوايع تروح. العمل نتاعنا ديما احنا عمل ميداني على طول على مدار الساعة.